الأرقام بتقلك إنه وفق دراسة شاملة عن تلوث الهواء العالمي، أكثر من 95% من سكان العالم عم يتنشأوا هواء ملوث، خاصة بالمجتمعات الفقيرة. والأرقام بتقلك إنه بيملك لادلي كينغ، مدافع فريق نوتنغهام السابق، الرقم القياسي بتسجيل أسرع هدف بتاريخ الدوري الإنجليزي، بحيث هز شباك برادفورد سيتي بالعام 2000 بعد مرور 10 ثواني فقط على بداية المباراة.